بحركة النهضة نوردين البحيري دكتور منظر لوليس على صفحته على فيسبوك، قال فيها أن حياة مريضه في خطر شديد ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة. حتى نأخذ أكثر تفاصيل على أثر الزيارة لأداها دكتور منظر لوليس إلى نوردين البحيري الذي ينفذ إضراب جوع منذ فترة، اليوم حتى نشوفه أكثر وضعيته الصحية الحرجة حسب طبيبه وشنية تطوراتها. يحضر معنا في المباشر دكتور منظر لونيسي طبيب بمستشفى شار نيكول. دكتور مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك على موجاتنا. مساء الخير، شنو احوالك دكتور؟ والله الحمد لله، شحالكم انتم؟ مرحبا بك، شكرا على الاستضافه. شكرا لك على قبول دعوتنا، مرحبا بك معنا في المباشر. زياره كنت اديتها الى القيادي نائب رئيس حركه النهضه نور الدين البحيري، كانت تعطينا الزياره وقتاش كانت وشنو الوضع الصحي نتاعو؟ والزياره كانت امس ضمن زيارات نقوم بها معناها بشكل دوري للسيد نور الدين البحيري، بما اني الطبيب الخاص نتاعو منذ ما يقارب العشر سنوات ويعدي عندي في العياده نتاعي نتاع شار نيكول قسم الطب الباطني اليف، وتم ايواءه مرتين في نفس القسم. كنت نمشي ملي عنده مشاكل هو معناتها قبل ما ندخلوا لوضعيته، عنده مشاكل معناتها تقول لي تم ايوائه مرتين في مستشفى شار نيكول في قسم الامراض الباطنيه. انا باش نتكلم بيان سور، خاطر عندي لافال، عندي الموافقه نتاع السيد نوطيل البحيري والعائله نتاعو. دونك اذا كان باش نحكي على وضعه الصحي مانيش باش نجاوز السر المهني، لاني عندي الموافقه نتاع العائله. سيد نوطيل البحيري ما يخفاش على الناس عنده مرض سكري في طور التعقد، وعنده ارتفاع في غدد الدم، وسبق له انه اصيب بجلطتين في المخ مع بعض المضاعفات، طلبت انه يرقد في القسم المذكور مده معينه، وهو يراقب عندي معناها بشكل متواصل. اذا معناها هذا صحته معناها على قدها، والان ما دام هو في المستشفى هذا قلت انا نمشي له دوريا بعلم وزاره الداخليه وبعلم وزاره الصحه والسلطات. هو نذكره في بنزرت، هو في المستشفى الجامعي في بنزرت، هو في المستشفى الجامعي حبيب بوقطفة في بنزرت في قسم الانعاش تحديدا، منذ ما تم ايوائه غادي كما مانيش غالط مع سنين ولا واحد جانفي والله نسيت. انا مشيت له البارح دوريا، معناها قلت نمشي البارح 66 يوم مشيت له منذ 10 ايام المره اللي فاتت، مشيت لقيته في صحه بون الحق مقبوله نسبيا، ولكن البارح الحق غيبت حاله خايبه برشا، خاصة أنه منذ أيام معناها رفض العلاج، رفض القيام بالتحاليل، رفض أنه الطب يمسوه ياخذوا له ارتفاع ضغط الدم ولا حتى نسبة السكري، ورفض التحاليل، خاصة أنه نوردين عنده فشل كلوي، معناها سبق أنه أسابيع التالي عنده فشل كلوي، طبعا فشل كلوي معناه يوصل لا قدر الله لتصفية الدم وغيره. الحالة اللي ريت عليها نوردين البارح ما عجبتنيش، وأنا طبيبه، والحالات هذه عاده يمكن راها الان تصدق معناها اذا كان باش يواصل في الاضراب الوحشي هذا، خاطر توا حاليا يشرب 10% كاو الماء ولا تيزان لما نجيب له فيها زوجته، وانتم تعرفوا شخص واش 60 عام بالامراض هذه الكل ماهوش باش يقاوم بالماء والتيزانه. دونك انا ريتو البارح يمشي بالسيف، قاومته باش يمشي ما ينجمش، شايح كومبليتمون من الماء اللي ديزيدراتي دفاسون معناها كبيره، يتكلم بالسيف، عنده هزال، مش هذا نوردين البحيري نعرفه. انا ريت البارح شبح الحق مش عليك، معناها هو يرفض انه 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 ياكل ويشرب، رغم اني انا كل ما نمشي له معناها هذاك المقرص هذاك المعجون، يا نحاول نقنعه كطبيب انه صحته قبل كل شيء، وانه حتى شيء في الدنيا ما عنده قيمه اكثر من الصحه، ولكنه هو وهو حر في هذا، يرفض انه يتناول اي شيء، ويرفض انه يتعالج، بل انه يطالب انه خرجوني يا خويا، ما عادش نحب نقعد في السبيطار، انا نحب نمشي مانيش عارف وين انا. سامحني معناتها الدكتور بهذه الوضعيه، خرجوني ما عادش نحب نقعد في السبيطار، هل هو قادر اليوم بالوضعيه الصحيه الحاليه انه يغادر المستشفى؟ انت تحكي على اليوم قلت لي شبح، معناتها وضعيه نتاع انسان، وضعيه كارثيه، كيف له هو انه يغادر المستشفى بهذه الوضعيه الصحيه؟
شوف خاطر احنا في الطب ثم الطب وثم اخلاقيات الطبيب وثم قوانين المستشفيات وغيرها. ما تنجمش تشد مريض بالصفه هذه يداوي يقول لك لا ما نحبش نداوي انا. شو عمل لك؟ صحح لك كنت في ميديكال يخص. انا طبيب توا منذ قرابه 30 سنه. وقت المريض ولا عائلته تقول لك يا خويا ما عادش نحبه داي ماكش باش تهربوا انت. هو المستشفى ماهوش سجن تشدوا بالصفه عليه. تقنع وتحاول تبين له المخاطره نتاع عدم العلاج. تحاول تبين له انه لا قدر الله كي هو بطل الدواء. اذا نسيت باش قلت لكم اللي هو بطل الدواء ياخذ حتى دواء عنده بين 8 إلى 12 حربوشه في اليوم بطلهم كومبليتمون. اذا كان يقول لك هو ما عادش ناخذ وما عادش نداوي ونحب نخرج، شو هو الحل باش تخليه بالصفه عليه؟ باش تكتفه باش تعطيه دواء بالسيف؟ هذا يمنع القانون وتمنع معاهده جنيف وقانون المستشفى. ما قلت قانون المستشفى اخلاقيات الطبيب. الطبيب يمنع عليه منعا باتن او قال لي حتى تعدي ما عادش تعدي عليه ما عادش تسمي. دونك وما يخليش الطب يمسوه. انا خاطر ده قومته باش نمشيه هكا وشديته هكا شويه باش نعرف اللي هو شايح من الماء. ولكن للاسف الشديد ده انا بيدي واحد محبط لانه يعني انا طبيب ونحس بالعجز. هذا من 10 سنوات نشوف فيه كما قال الفرنساوي سيتان ابيتي فو. قاعد السيده ذايا اذا كان باش يواصل هكا وكتبتها انا الباقي كان باش يواصل هكا ايام وايام. لطف عليه هو وكل تونسي وكل مسلم. لكن ما ينجمش معناها ما عندنا حتى فكره على وظائف الكلى، ما عندنا حتى فكره على وظائف القلب، ما عندنا حتى فكره على الكبد، ما عندنا حتى فكره على السكر اللي عنده، ما عندنا فكره حتى ارتفاع ضغط الدم. عائلته صغار وزوجته معناتها ما عندهمش سلطه عليه، ما عندهمش. اذا كان هو بذلوا قدامي على الاقل المرات اللي حضرت فيهم بذلوا معناها مجهود بكاو ترجوه. ولكن شنو الدين ما يحبش. هو حر معناها عائلته. انا راني اقارن طبيبه معناها طبيبه منذ 10 سنوات معناها وانا طب وانا مرتي معناها اصحابي مش ما لكن معناها للاسف الشديد ريت عنده معناها اصرار عجيب انه ما يخش دواء انه يلزمه يخرج انه خرجوني. قال وهو سبق واعلمني انه سبق انه عبر على انه يحب يقص الاضراب الجوع نتاعو وطلب من الاطباء اخراجه. ولكن يبدو انه السلطات الصحيه رفضت انه تخرجوا اسونسيالمون. وزاره الصحه قالوا لا ما يخرجش قد غادي. هذا قالوا لي هو بيدو معناها قالوا لي بيدو. قال لي انا منذ اسابيع وافقت باش نخرج وكنت في احسن من حاله من هكا والاطباء اللي لاقين بيا في المستشفى وافقوا على خروجي. ولكن يبدو انه السلطات الصحيه ما تحبوش يخرج، تحبوا يقعد غاديك في قسم العاج. معناتها اليوم العائله ماهيش ما تنجمش تكون نحكي معناتها في الطب. انهي حاله مثلا العائله خاطر نعرف احيانا تقول لك عائلته مسؤوله عليه ولا عائلته مثلا تفرض انه يتعالج ولا عائلته تفرض تدخل والا ما عندكم هذايا معناتها وقتاش في اي حالات ينجم العائله انه معناتها الدواء سانتغفينيغ معناتها في حكايات كيما هكا. هذيك شوف مادام المريض فايق وعنده لي فاكولتي مونتال نتاعو ديسيرناسيون مداركه العقليه واعي وعنده مدار صحي وعنده مداركه العقليه ما تنجمش تفرض عليه حتى شيء. ما فما حتى قوه في العالم تفرض انه مريض انه داوي بالسيف ولا طبيبه ولا حتى اي طبيب. وقت اللي هو لا قدر الله يفقد الوعي ويولي وقتها مش مسؤول عن نفسه، وقت ذاك في حالات هذيك تصير تدخل العائلة وقت تقول هي العائلة الولي نتاعو الشرع لأنه وقت يبدأ هو غايب على الوعي وماهوش في مداركه العقلية. احنا شو نقولوا؟ إن شاء الله ما نوصلوش للمرحلة هذيك وإن شاء الله مانيش عارف. أنا صدقا أنا كطبيب ما عندي حتى حل معناها مانيش عارف. شنو دين يحب يخرج ويقول يهزوني وين يحبوا هم يهزوني، هم جابوني وهم يهزوني وين يحبوا. هذا هو آخر الكلام. أنا ما نحبش نداوي لهنا، ما عادش نحب نقعد لهنا، نحب نخرج واللي جابني يهزني واللي يحبه. هذا بكل امانه راهو معناها نعرف عليه باش تصير له غدوه. هذا بكل امانه اللي قالوا لي وانا عملت البيان هذاك ارضاء لضميري وباش نقول اللي انا راني بذلت مجهودي كطبيب وراني ما نحبش نودي نصير له حتى شيء بقطع النظر لاي شيء. عندي انا حفظ الحياه قبل الدنيا وما فيها. قبل الدنيا وما فيها ولكن للاسف الشديد
وصل قال لي حد كان من وقت ضغط عليه ما عادش يجيني ولا تكسته. بعيدا عن وضعيه نور الدين البحيري، كم يمكن لمضرب عن الطعام انه يصمد وهو مضرب عن الطعام دكتور منذر لونيسي؟ متى قديش واحد ينجم يقعد في اضراب جوع صامت؟ شوف ما فماشي حاجه بروفي سيانتيفيكمون. كل انسان وبدنه وكل انسان وامكانياته وكل انسان وعمره. اللي يصبر فماش انترفال معناتها بالضبط. لا ما فماش قانون معناها اللي عمره 30 سنه وما عنده سكر وما عنده ضغط دم يصبر حتى 100 يوم ولا حتى اكثر. راجل في عمر نور الدين واش 60 عام على باثولوجي هذوما الكل، معناها انا نقول لك انه تنجم تكون هذه العاصفه الهدوء اللي سبق العاصفه. هذا راجل عامل جلطات قبل وعنده سكر وغلط الدم ومش عارف شنيه، قبل راهو نور الدين عمل جلطه وهو قاعد في البرلمان ساعات يخدم على روحه لاباس عليه تك عمل جلطه. معناها ولطف عليك وعليه وعلى جميع التوانسه، الجلطه ما ترحمش وما فيهاش وقت وما تعرفش كيفاش تجي. دونك كيف انسان وقت اللي تيح له بشكل حاد وهو راقد مستوى السكر لا قدر الله ينجم يموت على فراشه وما يفيقش. لذلك معناها المخاطر محيطه في نور الدين من كل جانب. والحق انا كطبيب مانيش عارف، معناها انا كطبيب شو نعمل معناتها؟ مانيش عارف. الاطباء الانعاش كيف متاكد اللي هما كيف حاولوا وبذلوا قصارى جهدهم انه وديجا موفرين به ما نعرفش كذا، ولكن هو بيدو ما عادش يخليهم يمسوه. ما قالوا لهم لا تمسوني لا تكسوا لي الدم لا تاخذوا لي التونسيون لا حد شيء. دونك الحل شنيا انا مش عارف. هو دون تو لي كا اللي دون جون ستكتور سانيتير، لا ستكتور سانيتير سو لا توتيل نتاع وزاره الصحه. دونك وزاره الصحه سانسيرمون دوا انترفينير اي تروفي اون سوليسيون سي نور الدين البحيري لانه هو تحت مسؤوليته القانونيه تو. واضح. شكرا جزيلا يا صح. هذا هو قلت هذا هي الوضعيه. واضح على وزاره الصحه انه تتدخل في انت تدعو وزاره الصحه انه تتدخل في الموضوع هذا. لانه نعاود نقول راهو حياه انسان، اي انسان تونسي مهما كان مش عارف انا مهما كان هذا كان انتماء ومهما كان ربما حتى اذا كان معناتها توجهت له تهمه وحتى اذا كان تم ادانته بالقضاء في الاخر فما معناتها حياه البشر هي فوق كل اعتبار. اكيد جدا معناتها هذا متفاهمين فيه دكتور بيان سور، معناتها حياه الناس هي فوق كل اعتبار حتى اذا كانوا سجين في السجن لازم حياته معناتها تكون فوق كل اعتبار ولازم معناتها نامنوا له صحته ويكون في صحه جيده. شكرا لك دكتور منذر لونيسي طبيب الخاص لنائب رئيس حركه النهضه نور الدين البحيري، نتمنى له ان شاء الله كل الشفاء. مرحبا بكم 7:27 دقيقه.